أجزاء الأرض. تتشكل الكرة الأرضية من ثلاثة أجزاء هي: أولاً القشرة، وهي الغلاف الخارجي للأرض، وتتكون من صخور وأتربة ومياه، ويعيش عليها الإنسان والحيوان والنبات. ثانياً الستار، ويقع أسفل القشرة ويتكون من صخور صلبة. ثالثاً النواة، تتكون النواة من معادن مثل الحديد والنيكل، وتقسم إلى قسمين: أولاً النواة الداخلية التي تقع في باطن الأرض، وتكون المعادن المكونة لها منصهرة بفعل الحرارة العالية. ثانياً النواة الداخلية، تقع في مركز الأرض، وتكون المعادن المكونة لها شديدة الصلابة بسبب الضغط الشديد عليها. درسنا الأول هو الصفائح، الوحدة الخامسة الأرض المتغيرة، الفصل العاشر نظرية الصفائح الأرضية. الدرس الأول الصفائح الأرضية. سنتعلم إن شاء الله في هذا الدرس مجموعة من المفاهيم الجديدة: أن نعرف القشرة الأرضية، نعدد طبقات الأرض، نبين موقع كل من القشرة القارية والمحيطية، ونوضح ما هو الغلاف الصخري، ونبين صفات الغلاف المائع، ونستنتج سبب طفو طبقة الغلاف الصخري على طبقة الغلاف المائع، ونشرح ما هي الصفائح الأرضية. سؤال: ما طبقات الأرض؟ كلكم شاهدتم الكرة الأرضية، الكرة الأرضية التي تشبه ثمرة الخوخ، الكرة الأرضية التي تشبه ثمرة الخوخ. فالأرض تتكون من ثلاث طبقات رئيسية، ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الأولى تسمى بالقشرة الأرضية، الطبقة الأولى تسمى بالقشرة الأرضية. الطبقة الثانية تسمى بالستار، الطبقة الثانية التي تلي القشرة الأرضية تسمى الستار. الطبقة الثالثة تسمى اللب. إذن الأرض متكونة من ثلاثة طبقات: القشرة الأرضية والستار واللب. ما المقصود بالقشرة الأرضية؟ القشرة الأرضية وهي الجزء الظاهر من سطح الأرض، والتي تمتد لعمق عدة كيلومترات من سطحها، وهي ترتفع في بعض المناطق مكونة الجبال، وتنخفض في مناطق أخرى مكونة السهول وأعماق البحار. إذن القشرة الأرضية وهي الجزء الظاهر من سطح الأرض، والتي تمتد لعمق عدة كيلومترات من سطحها، وهي ترتفع في بعض المناطق مكونة الجبال، وتنخفض في مناطق أخرى مكونة السهول وأعماق البحار. إذن الطبقة الأولى من السطح الكرة الأرضية نطلق عليها بالقشرة الأرضية. هذه الطبقة مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، السطح الأول الذي نسير عليه، والأجزاء المرتفعة والمنخفضة والبحار والمحيطات تعتبر من القشرة الأرضية مثل ما تلاحظون في السؤال، وهي الجزء الظاهر من سطح الأرض، الجزء الذي ألاحظه من سطح الأرض، والتي تمتد لعمق عدة كيلومترات على التوالي. طبعا سؤال: مما تتكون القشرة الأرضية، أو ما مكونات القشرة الأرضية؟
تتكون القشرة الأرضية من نوعين هما القشرة القارية والقشرة المحيطية. القشرة الأرضية وهي النوع الأول من طبقات سطح الأرض تتكون من نوعين، هي القشرة القارية مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، والقشرة المحيطية. القشرة القارية والقشرة المحيطية. إذن القشرة الأرضية لها نوعين هما القشرة القارية والقشرة المحيطية، وهذه الصورة توضح موقعهما من سطح الأرض. سؤال: ما الفرق بين القشرة القارية والقشرة المحيطية؟ القشرة القارية والقشرة المحيطية. القشرة القارية تتكون القشرة القارية من صخور بنسبة كبيرة، وتنعدم هذه القشرة في المحيطات مثل هذا الجزء الذي نلاحظه، الجزء الذي نسير عليه. تتكون القشرة القارية من صخور بنسبة كبيرة وتنعدم هذه القشرة في المحيطات. القشرة المحيطية من اسمها تتواجد تحت المحيطات، والقشرة المحيطية أكثر انتشارا من القشرة القارية وكثافتها أكثر، لأنه لدي معلومة سابقا أن نسبة المياه في كوكبنا هو 71%، 71%، ولذلك فإن القشرة المحيطية التي عليها المحيطات والبحار تصبح هي أكثر انتشارا من القشرة القارية وكثافتها أكثر. إذن هذا مقارنة أعزائي التلاميذ بين القشرة القارية والقشرة المحيطية. القشرة القارية هذه القشرة تتكون من نسبة عالية من الصخور، بينما القشرة المحيطية لا، تكون كثافتها أكثر وانتشارها أكثر من القشرة القارية. ننتقل إلى السؤال الآخر: ما المقصود بالستار؟ الستار هو الطبقة التي تلي القشرة الأرضية. الستار هو الطبقة التي تلي القشرة الأرضية، أي بمعنى وهي الطبقة الثانية من طبقات الأرض، والتي توجد أسفل طبقة القشرة الأرضية، وهي طبقة تتميز بأنها أكثر سمكا من القشرة الأرضية. إذا هنا أصبح لدي معلومة مهمة جدا، أن الستار هو أكثر سمكا من القشرة الأرضية. إذا الستار هي الطبقة الثانية من طبقات الأرض، والتي توجد أسفل طبقة القشرة الأرضية. شنو مميزاته؟ ما هي مميزات هذه الطبقة تكون أكثر سمكا من القشرة الأرضية؟ أين هي؟ مثل ما تلاحظون هذه هي القشرة الأرضية، والتي تلي القشرة الأرضية هي الستار. وهذه صورة أخرى تبين القشرة الأرضية. هذه الطبقة اللون الرمادي هو القشرة، العفو، الستار. سؤال: ما المقصود باللوب؟ سؤال آخر: اللوب هو الطبقة التي تلي الستار، أي إنها الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الثالثة والتي تلي طبقة الستار، وهي الطبقة الداخلية للأرض، وهي الطبقة الداخلية للأرض والتي تمثل مركزها، وتقسم إلى قسمين: طبقة اللب الخارجي وطبقة اللب الداخل. إذن اللب طبقة الثالثة التي تلي طبقة الستار، وهي الطبقة الداخلية للأرض والتي تمثل مركزها، يعني معنى أنها هي المركز الكرة الأرضية، وتقسم إلى قسمين: طبقة اللب الخارجي وطبقة اللب الداخلي. سؤال: ما طبقات الأرض الداخلية؟ سؤال: ما طبقات الأرض الداخلية؟
لو تلاحظون في التعريف ان اثناء ما عرفنا اللب قلنا وضحنا بان اللب هي الطبقة الداخلية للأرض، هي الطبقة الداخلية للأرض. إذن عندما يأتي أو يعطيني سؤال بهذا المنطوق ما طبقات الأرض الداخلية، يقصد به اللب، يقصد به طبقات اللب التي هي تنقسم إلى قسمين، طبقة اللب الداخلي والخارجي. وضحت؟ إذن اللب له تسمية أخرى، طبقات الأرض الداخلية، مثل ما تلاحظون في هذه الصورة اللب الخارجي واللب الداخلي. هذه الصورة، الصورة القشرة الأرضية هي القشرة التي توجد عليها القارات والمحيطات، ومن ثم تليها الستار الذي يكون أكثر سمكا، وبعد الستار يأتي اللب الخارجي واللب الداخلي. هذا بما يختص ما المقصود باللب وما طبقات الأرض الداخلية. سؤال: ما الغلاف الصخري؟ لدينا مصطلح جديد ومهم جدا، ما المقصود بالغلاف الصخري؟ انتبه هنا، هذه النقطة مهمة. الغلاف الصخري وهو النطاق الخارجي لسطح الأرض، هو النطاق الخارجي لسطح الأرض، ويتكون من صخور، ويتكون من ماذا؟ من صخور، ويتألف من الطبقة العلوية من الستار تكون صلبة، وتؤلف القشرة الأرضية ما يسمى الغلاف الصخري، أي بمعنى أن الغلاف الصخري هو الطبقة العلوية من الستار والقشرة الأرضية. الغلاف الصخري هو الطبقة العلوية من الستار، القشرة الأرضية التي تحدثنا عنها في بداية الأمر، اللي هي على سطح الكرة الأرضية مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، وكذلك القشرة الأرضية. هذا الاثنين معا نسميها بالغلاف الصخري، لذلك طلق عليها تسمية النطاق الخارجي لسطح الأرض. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، القشرة الأرضية، الغلاف الصخري باللون الأزرق، الغلاف الصخري باللون الأزرق اللي هو تقريبا مسافة بينه وبين الغلاف المائع 100 كيلومتر. سؤال: ما المقصود بالغلاف المائع؟ الغلاف الصخري قلنا بأنه الطبقة الخارجية لسطح الأرض، أو النطاق الخارجي لسطح الأرض، ويتكون من الصخور. من تسميته الغلاف الصخري؟ من يتكون؟ من الصخور، ويتألف من الطبقة العلوية من الستار اللي تكون صلبة، والقشرة الأرضية. إذن مكونات الغلاف الصخري هو الطبقة العلوية من الستار والقشرة الأرضية، بينما الغلاف المائع هو الطبقة التي تلي الغلاف الصخري، هي الطبقة التي تلي، أي أنها تحت طبقة الغلاف الصخري، وهي الطبقة التي تلي الغلاف الصخري، وتكون هذه الطبقة منصهرة جزئيا. يعني ماذا؟ يعني تكون أكثر سخونة وأقل صلابة من طبقة الغلاف الصخري، مما يسهل حركة طبقة الغلاف الصخري الباردة فوقها. إذن الغلاف المائع هي الطبقة اللي تلي طبقة الغلاف الصخري، وتكون هذه الطبقة منصهرة جزئيا. يعني ماذا؟ يعني مائعة، بحالة سائلة، وليست الحالة الصلبة للغلاف الصخري. إذن تكون أكثر سخونة وأقل صلابة، أكثر سخونة وأقل صلابة من طبقة الغلاف الصخري. وهذا هي النقطة المهمة التي يسهل حركة طبقة الغلاف الصخري الباردة عليها أو فوقها. إذن مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، الغلاف المائع يأتي بعد الغلاف الصخري، بعد الغلاف الصخري، ويمتد إلى 500 كيلومتر، وهذه الطبقة تكون أكثر سخونة
وأقل صلابة من الغلاف الصخري، لذلك الغلاف الصخري اللي لونه بالأزرق يسهل حركته، طبقة الغلاف الصخري الباردة فوقه. جيد، سؤال: ما صفات الغلاف المائي؟ احنا تحدثنا بهذا الشيء. اولا تكون هذه الطبقة منصهرة جزئيا، منصهرة جزئيا، وتكون اكثر سخونة واقل صلابة من طبقة الغلاف الصخري، مما يسهل حركة طبقة الغلاف الصخري البارد. هنا يأتي سؤال تعليل يأتي: ما سبب طفو طبقة الغلاف الصخري على طبقة الغلاف المائع؟ أو يأتي بصيغة أخرى: ما سبب حركة طبقة الغلاف الصخري على طبقة الغلاف المائع؟ شنو السبب؟ يعني فكر وياي، شنو السبب اللي يخلي الغلاف الصخري يتحرك على طبقة الغلاف المائع؟ جيد، ممتاز، أنا أستطيع أن أجاوب على هذا الشيء. نحن تحدثنا بأن الغلاف المائع هو منصهر جزئيا ويكون أكثر سخونة وأقل صلابة من ماذا؟ من غلاف الصخري. إذن الجواب: لكونها أبرد من طبقة الغلاف المائع، لكونها أبرد من طبقة الغلاف المائع، أي بمعنى أن الغلاف المائع أسخن من الغلاف الصخري. تعد القارات والمحيطات من ضمن الغلاف الصخري، وهذا تحدثنا عنه سابقا. ما المقصود بالصفيحة الأرضية؟ بالصفيحة الأرضية. إذن هسه قبل ما أدخل لهذا السؤال، أصبح لدي مجموعة من المفاهيم الجيدة. أول مفهوم: ممن يتكون طبقات الأرض؟ أولا القشرة الأرضية، وتليها الستار، ومن ثم اللب الخارجي واللب الداخلي اللي هي يسمونه باللب. القشرة الأرضية قسمناها إلى قشرة محيطية وقارية، وقارنا بينهما. أوكي، بعد ذلك وضحنا الغلاف الصخري والغلاف المائع، وقلنا وتحدثنا عن الغلاف الصخري يكون أكثر برودة وصلابة من الغلاف المائع. ما المقصود بالصفيحة الأرضية؟ الصفيحة الأرضية هي اللي المقصود بها هي القارات، الدول، المحيطات. الصفيحة الأرضية هي القارات التي نسير عليها، هي مساحات واسعة من سطح الأرض تمتد من القشرة الأرضية وحتى الجزء العلوي من الستار، وعادة تكون عائمة فوق الغلاف المائع للأرض. ومن هذه الصفائح الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية. إذن الصفيحة الأرضية هي مساحات واسعة من سطح الأرض، من سطح ماذا؟ من سطح الأرض، وتمتد من القشرة الأرضية اللي تحدثنا عنها، قلنا القشرة الأرضية، وحتى الجزء العلوي من الستار اللي هو الغلاف الصخري، وعادة تكون عائمة فوق الغلاف المائع. وإحنا تحدثنا عن هذا الشيء، قلنا وضحنا بأن الغلاف الصخري يكون أبرد من الغلاف المائع، وبالتالي يسهل الحركة على الغلاف المائع. ومن هذه الصفائح، لاحظوا اللي لونه أصفر، الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية. اذكر أنواع الصفائح الأرضية. ما أقسام الصفائح الأرضية؟ لدينا نوعين من الصفائح الأرضية: الصفائح المحيطية الموجودة بالمحيطات، والصفائح القارية. الصفائح المحيطية والصفائح القارية. ما هي الصفائح المحيطية؟ الصفائح المحيطية وهي صفائح تقع أسفل المحيطات، وهي صفائح تقع أسفل المحيطات، وتكون صخورها أكثر كثافة من الصفائح القارية. الصفائح المحيطية هي التي تقع أسفل المحيطات، أي في قاع المحيطات. المحيطات اللي هي اللي سبع محيطات لدينا: محيط الأطلسي والهندي وغيرها من المحيطات. هذه المحيطات، القاع اللي موجود في هذه المحيطات هي تسمى بالصفائح المحيطية، وتكون صخورها أكثر كثافة من الصفائح القارية. بينما الصفائح القارية وهي صفائح
تقع أسفل القارات وتكون صخورها أقل، انتبه، أقل كثافة من الصفائح المحيطة، أي بمعنى أن الصفائح المحيطية كثافتها أعلى، بينما الصفائح القارية تكون أقل. ممن تتكون الصفائح الكبيرة والصغيرة؟ تتكون الصفائح الكبيرة من القشرة المحيطية وقشرة قارية مثل صفيحة أفريقيا. لدينا نوعين من الصفائح، لدينا صفائح كبيرة وصفائح صغيرة. الصفائح الكبيرة من القشرة المحيطية والقشرة القارية مثل صفيحة الأفريقية، والصفائح الصغيرة يتكون معظمها من قشرة محيطية فقط مثل صفيحة ناسكا التي تقع في غرب أمريكا الجنوبية. ما المقصود بحدود الصفائح؟ هذه هي حدود الصفائح. انتبه هنا، هذه نقطة جدا مهمة. حدود الصفائح وهي مناطق التقاء أو تصادم الصفائح، يا صفائح، صفائح المحيطية والقارية، وهي مناطق التقاء أو تصادم الصفائح، وهي مناطق تتميز بأنشطة زلزالية وبركانية، وعادة ما تكون حدود الصفائح مرتبطة ببعض الظواهر الجيولوجية كالزلازل ونشأة بعض الملامح كالجبال والبراكين، وهذا سنأتي ونوضحه في الدرس القادم إن شاء الله. إذن نقصد بحدود الصفائح هي مناطق التقاء أو تصادم الصفائح، أي صفيحتين تلتقي مع بعضهما كأن يكون صفائح أرضية، صفائح الأرضية أو القارية أو المحيطية، أي صفيحتين يلتقطن مع بعضهن يكون عندي حدود الصفائح. وحدود الصفائح لها مميزات بأنها تظهر بعض الظواهر الجيولوجية ونشأة بعض الملامح كالجبال والبراكين. تتميز حدود الصفائح بأنشطة زلزالية وبركانية، يوضح السبب ليش؟ لأنها بسبب تصادم الصفائح الأرضية نتيجة حركتها الدائمية. هاي الصفائح اللي تكون فوق الغلاف المائع دائما ما تكون متحركة، يعني ما ثابتة، بالتالي فإنها تحدث عندي نشاط زلازل وبراكين. إن شاء الله في الدرس القادم سنوضحها أكثر ونبينها أكثر. التقاء أي صفيحتين قارتين مع بعضهما يكون عندي ما يسمى بالصفائح، حدود الصفائح، كما ملاحظ في هذه الصورة. هذه صفيحة وهذه صفيحة، هذه صفيحة قارية وهي صفيحة قارية، عند التقاؤهما مع بعضهما هذا، لو تلاحظون هذه الخط، هذا تكون عندي ما يسمى بحدود الصفائح. مثل ما تلاحظون هذه الصورة لنشاط بركاني، هذه هي التقاء الصفائح، كون عندي براكين، إضافة إلى الزلازل، هذا ما يسمى بحدود الصفائح. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول: ماذا تسمى القطعة التي تتكون منها الغلاف الصخري للأرض؟ ماذا نسمي القطع التي تتكون منها الغلاف الصخري للأرض؟ صفائح الأرضية. الصفائح الأرضية هي اللي تكون للغلاف الصخري. سؤال: ماذا تسمى الطبقة الخارجية للأرض التي نعيش عليها؟ هي واضح السؤال، القشرة الأرضية. الطبقة الخارجية التي نعيش عليها تسمى بالقشرة الأرضية. السؤال الثالث: ماذا تسمى الصفائح الأرضية التي تقع أسفل المحيطات؟ اللي أسفل المحيطات شو نسميها؟ أحسنتم، الصفائح المحيطية. أيهما أكبر انتشارا، القشرة القارية أم المحيطية؟ ولماذا؟ تتكون القشرة القارية من القشرة القارية والقشرة المحيطية. طبعا القشرة القارية هي أقل انتشار من القشرة المحيطية، لأن مسافة اليابسة، مثل ما وضحناها سابقا بأن البحار والمحيطات نسبة 71% من سطح الكرة الأرضية، وبالتالي هي أكثر انتشارا. وأنا أختار الإجابة الصحيحة، يتكون الغلاف الصخري بنسبة كبيرة من ماذا؟ الغلاف الصخري من اسمه صخري، يتكون من صخور.
تسمى مناطق التقاء أو تصادم الصفائح بعضها ببعض بما نسميها بأحسنتم حدود صفحة. وشكرا لحسن إصغائكم، دمتم في أمان الله. تعزيزا لدرس الصفائح الأرضية، سنعمل على مجسم لنفهم تكوين طبقات الأرض وأين موقع كل طبقة وما أهمية كل طبقة على حدة. مثل ما تعلمون أن الأرض تتكون من طبقات، وقسمنا الأرض إلى 3 طبقات رئيسية. الطبقة الأولى سميناها بطبقة القشرة الأرضية، سمينا الطبقة الأولى بطبقة القشرة الأرضية، ووضحنا بأن هذه الطبقة هي الجزء الظاهر من سطح الأرض. مثل ما تلاحظون هي الجزء الظاهر من السطح الأرض، وتكون هي أول طبقة من طبقات الأرض. ومن مميزات هذه الطبقة أن هي اللي موجود عليها المناطق المختلفة مثل السهول والجبال وأعماق البحار. هذه هي الطبقة الأولى، هذه هي الطبقة الأولى من طبقات الأرض. الطبقة الثانية التي تلي القشرة الأرضية هي طبقة الستار، هذه هي الطبقة الثانية التي تلي طبقة القشرة الأرضية. ووضحنا أن من مميزات هذه القشرة أنه تكون أسمك من القشرة الأرضية، وتكون أسخن، أكثر سخونة من القشرة الأرضية. ومن مميزات هذه الطبقة أنه، طبعا قبل ما أدخل أكمل الستار، وضحنا بأن القشرة الأولى التي هي أطلقنا عليها بالقشرة الأرضية، هذه هي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي الستار، هي ماذا؟ الستار. القشرة الأرضية فيها نوعين، تتكون من النوعين اللي القشرة المحيطية والقشرة القارية، بينما الستار هو الطبقة التي تلي القشرة الأرضية، وتمتاز هذه الطبقة بأنها تكون أكثر سمكا، تكون أكثر سمكا من القشرة الأرضية. جيد. وبعد ذلك تأتي الطبقة الثالثة التي هي اللب. الطبقة الثالثة هي اللب. اللب متكون أيضا من طبقتين. الطبقة الأولى هي اللب الخارجي، تسمى باللب الخارجي. الطبقة الأولى تسمى باللب الخارجي، والطبقة الثانية تسمى باللب الداخلي. اللب الداخلي، هذه هي الطبقة الثانية من طبقات الأرضية. إذن الطبقة الأولى هي تسمى باللب الخارجي، الخارجي، والطبقة الثانية هي اللب الداخلي.
هذا للتوضيح حتى تترسخ المادة أكثر في أذهاننا. إذن طبقات الأرض متكونة من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى أطلقنا عليها طبقة الخارجية، والطبقة الثانية أطلقنا عليها الطبقة التي تلي القشرة الأرضية، اللي هي القشرة الأرضية الطبقة الأولى. هذه الطبقة الأولى هي القشرة الأرضية، ومن ثم تأتي الطبقة الثانية هي الستار التي تكون أكثر سخونة من القشرة الأرضية، ومن بعد ذلك يأتي اللب. اللب متكون من طبقتين، الطبقة الأولى هو اللب الخارجي، والطبقة الثانية هو اللب الداخلي. هذا بما يختص مكونات الطبقات الثلاثة.